كورة صعبة لكن الدفاع يدخل بقوة تشافي والكورة تبقى من تشافي يرجع بالكورة مرة أخرى كورة لوزير الصراع قوي الله على الجرينتا ملا كورة ملا فنيات وانطلاقة المرتدات نحالو شالالو من حارس يقرب والكورة لرونالدو يسدد الهدف الثاني الهدف الثاني من المهور من المرعب من القناص من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو جول 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 ريال مدريد الهدف الثاني الهدف الثاني وماذا يحدث في دفاعات بلوغرانا ماذا يحدث في 18 دقيقة أي دفاع عن أي دفاع نتكلم وبأي طريقة نفسر مش ممكن كرة العمق الكروس لونج جيرارد بيكي بطيء جدا ماسكيرانو متأخر جدا والضربة والسد والتسديد في مرمى فالديز الهدف الثاني شوف كيف شلاله نحاله حتى قدامه الصاروخ بتاع ماديرا يسجل ثامن أهدافه في الكلاسيكو رونالدو جبالو واتشيتي بوفون فسخة مرة ثانية كرة من كارباخال كارباخال خطيرة يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير يا كريستيانو يا رونالدو هدف اسطوري هدف انطولوجي هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ عنوان الورقات رونالدو اولا رونالدو ثانيا يا معقدهم العب يلا يا اسطوري يلا يا انطولوجي يلا يا معذبهم يلا يا جول يا دور يلا هداف التاريخ سفاح التاريخ كريستيانو رونالدو عالمية كريستيانو اكبر مجرم في تاريخ كرة القدم على الكرة الأخيرة على المرتدة على الانطلاقة على اللمسة على إسكو على التمريرة نحو كريستيانو خطيرة لريال مدريد واحد على واحد رونالدو مر يلعب كرة كالما كريستيانو الكبير في اليوم الكبير يا له من هدف يا رونالدو يا له من ضربة يا رونالدو تبا لك يا كريستيانو قلب الصغير لا يتحمل شوف اللقطة الرائعة شوف المرتدة شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة وين بيكي وين بيكي ذهب أدراج الرياح وين هالكرة بعيدة في الزاوية المستحيلة لا مستحيلة عند رونالدو كرة خطيرة رونالدو كرة رونالدو رونالدو الهدف الثاني الهدف الثاني للمريكي خلص يا كريستيانو يا رونالدو سبيشال وان رونالدو الدور رونالدو الرجل يضرب ولا يموت يقولون انتهى رونالدو هل سيحبس انفاسنا رونالدو هل سيحبس انفاس جماهير اسبانيا الموجوده في المدرجات والموجوده في كل المدن الاسبانيه هي الموجوده في بيوتها ويحبس انفاسها رونالدو رونالدو يستعد البلدوزر العملاق قد يفعلها رونالدو يسجل الثلاثي هدف التعديل رونالدو يستعد لتنفيذ هذه المخالفه تركيز كبير تركيز من الفوق للتحت من قدم للانف للراس للاذن للصدر للبطن للظهر للرجل الكل يركز كل الجسد رونالدو ركز بابا خطيره رونالدو في تنفيذ المخالفه رونالدو امسك شعرك امسك صدرك امسك بطنك انت امام رونالدو يا ولد انت امام البرتغال سبع ارواح قلت لكم سبع ارواح البرتغال يعود اسبانيا تسيطر اسبانيا تستحوذ اسبانيا تتفوق رونالدو جول 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 وكأنه حطها بيده رونالدو واحدة من أجمل المباريات في التاريخ نعم من أجمل المباريات حضر فيها رونالدو حضر إيكيسكو حضر ديغو كوستا يا رونالدو لو جيت منك أنا اليوم
نتوقف عن ممارسة اللعبة، أو بالأحرى تتوقف بعد ما تفوز بكأس العالم.